تبارك الله على وليدات البلاد. سفيان الرحيمي يتألق ويقدم مباراة كبيرة في بطولة آسيا. أحسيت أنا باللاعبين ديالنا ما في هذا الأسبوع هذا بحال بغاو يفرقوا الأهداف اللي عندهم كاملة مع الفرق ديالهم، باش ملي يجيو الترابوز ديال المنتخب المغربي ويقول لك أسيدي هادشي اللي عطا الله اللي كان رحنا فرقناه عندهم. باش كيسوا الدراري بداها حمد الله هو الأول ضرب جوج ديال الأهداف، شافوا النصيري قال له شنو هو تا أنا نضرب جوج، أيوب الكعبي كيتسارى في اليونان تا كيشوفهم نتوما متفقين بجوج تا أنا نضرب جوج، سفيان الرحيمي قال لهم شنو هو واخا رونالدو والله ما عقل عليه تا أنا نماركي جوج. ماركا الأول ولكن الثاني كان في التسلل، وبغيتكم تلاحظوا مزيان حيت دخلني الشك في الهدف الثاني، بان لي بأنه هو المدافع في خط واحد. لاحظوا مزيان واش الهدف الثاني صحيح أو لا، فيه تسلل أعطى أسيست رائع ولكن للأسف كان في التسلل مع غياب لاباكوجو، كنعرفوه هو المهاجم رقم واحد في نادي العين كان غائب، ولكن سفيان الرحيمي كان هو الهجوم كامل ديال نادي العين، قدم مباراة كبيرة برزت المدافعين وهدى الفوز للفريق ديالو امام نجوم نادي النصر امام صاروخ ماضيرا كريستيانو رونالدو. ودابا ما نقولوا والو اسيدي تجيو للتربص ما بقى والو، ونشوفكم واش خليتوا لنا شي اهداف ولا فرقتوا كلشي عاد جيتوا. فبرافو لسفيان الرحيمي قدم مباراة كبيرة، نخليكم مع التحركات ديالو كيف العادة، فرقعوا لنا ديك لايك وشجعوا لنا سفيان الرحيمي. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، خلوا لي الراي ديالكم في التعليقات، ما تبخلوش عليا بالراي ديالكم. الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا دائما. شكرا لاي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العاده نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.